هل هناك الآن ونحن نقف على أعتاب الشهر العاشر لهذه الحرب أي هدف عسكري متخيل يمكن تخيله لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل القتل والقصف والتدمير؟ يعني أعتقد لا يوجد أي مقاربة الآن، والكل يتحدث عن العملية العسكرية تروح مكانها. هذا اعتراف كل الجنرالات الإسرائيليين والمؤسسة الأمنية وعلى رأسها وزير الدفاع، وأن الظروف مهيئة لإتمام هذه الصفقة، بمعنى وقف هذه الحرب وما يسمون الانتقال إلى المرحلة الثالثة، بمعنى عمليات نوعية وسحب الجيش الإسرائيلي المنهك والمستنزف من قطاع غزة. ولكن دعني أقول، نحن في مرحلة الكل مقابل نتنياهو، هذا ما يجب أن يقرأ بهذا الاتجاه. والمشهد الآن يعكس نفسه كيف سيتصرف نتنياهو. قال نتنياهو عندما أقتنع سأوافق على هذه الصفقة، وبالتالي هو يحاول الآن، يعني في ظل المشهد الدرامي السياسي في إسرائيل أو الدراما السياسية التي نشهدها الآن بانعكاسها المباشر على الائتلاف بفعل قانون الحريديم وغيرها من تجاذبات وإعلانات، يعني قبل قليل من وزيرتين في حزب الليكود الموافقة على الصفقة. إذن الكل الآن مع الصفقة حتى من داخل الائتلاف، ولكن نتنياهو يبدو أنه يناور على مسألتين. اولا عمل الوقت، او يعني يساعد في تحقيق قضيه لها علاقه بفكفكه يعني وحده المنظومه الامنيه العسكريه التي تواجه كل ما له علاقه من قرارات اتخذها او سيتخذها نتنياهو بعيدا عن تلك الرؤيه المرتبطه بكيفيه الخروج من هذه الحرب. لكن هل هي فعلا رؤيه متطرفه ام مآرب شخصيه كما يتهمه خصومه ويريد إطالة عمره السياسي مع إطالة عمر المفاوضات؟ هل التطرف والبعد الشخصي يعني سيان بهذه المسألة؟ يعني عندما يعني التقارير الدولية تقول 100% من أهل سكان غزة يفتقدون إلى الأمن الغذائي، يعني نحن أمام مجاعة وأمام كارثة. وكنت أتساءل يعني خلال الأيام الماضية كم يحتاج نتنياهو من الوقت لإعدام كل سكان غزة. هذا ما يجب أن يقرأ بهذا الاتجاه، وبالتالي هذا التطرف وهذا السلوك الشخصي مرتبط يعني بأسانيد لها علاقة بأبعاد أمنية أيديولوجية يحاول تسويقها على المشهد الإسرائيلي، وبالعادة يضع محددات وثوابت وطنية لا يستطيع أحد التراجع عنها. وكيف الآن يذهب بالكنيسة إلى قرارات وتشريعات يعني تقوض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية وغيرها من قضايا، يكبل الآخرين، يرفع السقف الوطني العام إنجاز التعبير بالمزدوجين، ويلحق الجميع ويتبع الجميع. هذه استراتيجية نجح بها نتنياهو في الفترة الماضية. أضف إلى عقبة المستشارة القضائية التي للحكومة التي يحاول التخلص منها ريثما يستطيع بشكل أو بآخر. هو الآن دعني أقول يبحث عن جملة وصيغة ومشهد للنصر الذي يريد، لأنه يفهم تماما أن الصفقة قد تأتي له بنتائج إيجابية، لأن المعارضة مع الصفقة، الأمن مع الصفقة، الجيش مع الصفقة، الموساد مع الصفقة. لكن إلا نتنياهو،